جود مورنينج. جود مورنينج. انا لما ديب الاخصائيه النفسيه، انا اللي راح اقوم بتقييم حالتك النفسيه وابعت التقرير على المحكمه، وراح سجل هاللقاء بيناتنا من بعد اذنك. اسمك وعمرك؟ هناء سالم زيتون، 35 سنه. الوظيفه؟ باحثه في وزاره الزراعه في مصر. مدام هنا، انت بتتعاطي مخدرات؟ مش عم بسمعك. لا، ولا حاليا ولا بفتره سابقه؟ لا، ما بتعاطاش مخدرات. اوكي، تاكلي بانتظام؟ اه. وكيف نومك؟ مش فاهمه. يعني بتنامي مظبوط؟ انت شايفه ايه؟ أنا اللي عم بسألك مدام. لو واحدة واخدين منها ابنها ومش عارفة تجيبه لغاية دلوقتي، تفتكري هتشوف النوم أو هتدوق طعم أي أكل؟ فإذا ليه قلتي لي إنك بتاكلي بانتظام؟ طيب قولي لي، ليه فكرت بالانتحار لما كنت بالمستشفى؟ أنا ما فكرتش في الانتحار. بصي حضرتك، كل اللي حصل ان انا كنت متعصبه شويه، واني قلت لهم اني هموت نفسي لو ما ادونيش ابني. وانت كنت فعلا رح تموتي حالك؟ لا، بهددهم بس. كل اللي كنت بفكر فيه وقتها ان انا اخد ابني وامشي من المكان ده بسرعه. قولي لي مدام، في حدا من عائلتك بيعاني من أي مشاكل نفسية؟ ممكن أسأل حضرتك حاجة؟ لو خدوا منك ابنك هتعملي إيه؟ تعتقدي ليه أخدوا ابنك منك؟ عشان اتعصبت. عشان أنا مش أمريكية. هم استقوا عليا عشان لا عندي جنسية وقاعدة في البلد بشكل مش شرعي. طيب فلنفترض انه رح يرجعوا لك ابنك، شو رح تعملي؟ هاخده وارجع بيه مصر. انا كنت غلطانة اني جيت هنا. حضرتك فاهمة موقفي مش كده؟ وانت ليه برأيك اني مش عم بفهمك؟ هو التسجيل ده هيروح المحكمة؟ لا، تقرير بس. طيب دكتورة لما، انت اكيد هتفهميني. الامريكان ما عندهمش تفاهم، احنا عرب زي بعض. اذا كنت قلت لهم ان انا هموت نفسي قالوا ان انا عايزة انتحر. احنا العرب غير، احنا مش زيهم، احنا زي بعض. احنا لما بنحب حد بنقول له بموت فيك. لما بنيجي نضرب عيالنا بنقول له هكسر دماغك وهموتك. ما بيبقاش قصدنا كده بجد، بنقول كده مجازا، ما بيبقاش بجد. انت اكيد فاهميني صح؟ انا اسفه، انا اسفه، اسفه اني اتعصب، بس انتي اكيد هتفهمين. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.